مريم بنت اللسطى مجدي الله يرحمها. مريم مجدي من محافظة الدقهلية، سيدة فاضلة، أم عظيمة، معتدة بنفسها جدا. دي مريم وبناتها اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة. يعني مريم كاتبة على الفيسبوك بتاعها اسمها كده، مريم بنت اللسطى مجدي. ده لازم يديلك الأول انطباع عن شخصية المرحومة مريم مجدي، الله يرحمها يا رب ويحسن إليها. دي واحدة معتدة جدا بنفسها، فخورة جدا بوالدها وبأهلها. مريم لسبب أو لآخر انفصلت عن زوجها، الزوج خطف البنات وهرب، طلع على سويسرا. مريم فضلت تتتبع الراجل، خطف بناته راح فين، الله ده خرج من مصر ده راح سويسرا. بدأت تتابع وتبعت لمنظمات وجمعيات حقوقية هناك علشان تقدر تعرف انها تسافر تدور على عيالها. وبالفعل الناس دي قدرت انها تجيب لها تصريح وفيزا للدخول لسويسرا علشان تقدر انها تدور على البنات. مريم مش عايزة حاجة من الدنيا غير بناتها. وفجأة فجأة تتوفى المرحومة مريم مجدي بعد ما تم العثور على جثمانها ملقى في بحيرة في سويسرا. شيء شديد الغرابة وجريمة مخيفة مخيفة. طيب احنا معانا على التليفون دينا الشرباس، رئيسة الرابطة المصرية بزيورخ بسويسرا، وهي موكلة من أسرة المرحومة مريم مجدي بمتابعة القضية. أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. أهلا بحضرتك، وطبعا زي ما حضرتك قلت البقية مخيفة جدا جدا، ومش عارفة أقول إيه. البقية في حياتك الأول، البقية في حياتكم جميعا الأول، حياتك الباقية. والله يعني أنا مش قادرة أمالك أعصابي، إحنا كلنا الموقف حزين جدا ومؤلم جدا جدا. يعني أنا في الشغل ومش قادرة أباشر شغلي، والله مش قادرة أمالك أعصابي، لأن إحنا من ساعة موضوع مريم وإحنا كلنا مشغولين وبنيت بيه كل الاتجاهات مع عيلة مريم، وكأن فعلا مريم أختنا كلنا حقيقي. كانت بنوتة جميلة وكلها حياة وكلها حيوية، وبعدين احنا كلنا كمصريات بجد شايفين الموضوع، ودي اخت لينا كلنا، اخت لينا وبنت مصر، يعني بنت مصر اللي جت تجري عشان تشوف حق بناتها. يعني انا شايفة كل مصرية بتسمع دلوقتي الموضوع لازم تحس بألم واحدة مصرية ولادها بعيد عنها وجارت عشان تجيب ولادها. القصة بدأت ازاي يا فندم؟ القصة بدأت ان مريم زي ما انا سمعت القصة انا بوصلها للي بيسمعوا دلوقتي القصة. مريم تاخد منها ولادها. مريم كانت عايشة مع جوزها حياة كويسة في سويسرا ومع ولادها، وبعدين اللي حصل ان مريم حصل شويه مشاكل زوجيه بينها وبين جوزها، فمريم من غير طلاق، بس عشان في قصه مخلوطه انتشرت على السوشيال ميديا اخر فتره او من ناس طبعا هما كانوا بيحاولوا يساعدوا بس نشروا القصه بطريقه غلط. مريم ما اتطلقتش يا جماعه، مريم لسه على ذمه جوزها، ولكن اللي حصلت ان هي قررت الانفصال لان جوزها كان لي اراء دينيه، يعني نقدر نقول متطرفه شويه. مريم جوزها كان متزمت دينيا شويه، ومريم هي اساسا بنوته جميله ومحجبه، فاساسا هي كانت متدينه. يعني مش محتاجه انها تتدين اكتر من كده، هي متدينه جدا وبتصلي وجميله، يعني مش محتاجه انها تتدين زياده، بس هو كان متزمت دينيا، متزمت جدا. مريم بعد اختلافات كتير جدا ما بينهم، يعني كان في اختلافات دينيه جامده جدا ما بينهم،
حصلت، فمريم قررت انها تنفصل. مش الخلافات بس عشان الموضوع التدين الزياده، لا كان في خلافات دينيه، خلافات ما بينهم كتير. فمريم قررت انها تنفصل عنه وخدت الولاد وقعدت في مصر مع اهلها. كويس. اللي حصل ان هي طبعا معاها حضانه الولاد وقعدت في مصر عند اهلها. هو نزل مصر وكان بيشوف الولاد، كان بيشوف الولاد، اخذ الولاد وسافر، خطف الولاد بمعنى اصح. ايوه. خطف الولاد منها وسافر على سويسرا. ايوه. لما خطف الولاد منها ونزل على سويسرا بطريقة ما، عدى من المطار، وده مش المفروض انه يحصل. مريم كانت هتتجنن. وقف لمريم الإقامة ومنعها من دخول سويسرا. هو عدى من المطار لأنه هم ما اتطلقوش، وبالتالي هو ولي قانوني على الأولاد، لأنه لو كانوا اتطلقوا كانت هتبقى الحضانة معاها هي، لكن هم ما اتطلقوش. اللي فهمته من أهلها إن المفروض أساسا إنه كان يبقى فيه موافقة كلا الطرفين قانونيا عشان يقدر يعدي بيهم من المطار. ده اللي فهمته من إخواتها، إن في الطبيعي عشان يقدر يعدي بيهم من المطار كان لازم يكون في موافقة كلا الطرفين كل مرة يعدي بيهم من المطار، لأن كان في مشاكل ما بينهم أساسا سارية. تمام. ولكن في المرة دي كان في، أنا مش هقدر أدي تفاصيل أكيد اللي أنا خدتها من أهلهم علشان ما يبقاش في مسألة قانونية، بس طبعاً اللي فهمته من أهلهم إن أهلها إن في المرة دي في حاجة مش قانونية حصلت انه قدر يعدي بيهم من المطار. طيب. وعدى وسافر إن هو على سويسرا. بالظبط، عدى وسافر على سويسرا. وقدر يوقف اقامه مريم، لان مريم كانت عدى عليها فتره معينه، وطبعا بعد فتره معينه الاقامه بتسقط. وهو قدم ان مريم هي اللي متزمته دينيا لدرجه انها ارهابيه. طبعا الكلمه دي عندنا هنا اول ما تتذكر يعني طبعا طبعا مفهوم. مريم سقطت عنها الإقامة. مريم قدرت تحارب لغاية ما ثبتت إن الكلام ده مش صح تماما وعاري عن الصحة، بالعكس تماما، ده هي معتدلة دينيا جدا. وطبعا تحققوا من الموضوع وساعدوها جدا الحكومة السويسرية، وقدرت إنها تسافر. عملوا فيزا لمريم وبعتوا جابوها. طبعا هو اتصدم إن مريم قدرت ترجع إزاي، وادوها إقامة كمان، وادوها حقوقها انها تقدر تشوف طيب الولاد 3 ايام وهو 4 ايام، والعكس الاسبوع اللي بعده هي 4 ايام وهو 3 ايام. وبعتوا لها ايميل، يعني اللي فهمته من اهلها ان مريم جالها ايميل ان من حقك كمان تاخدي حضانه الولاد لما تلاقي شقه. اول ما تلاقي شقه هتاخدي حضانه الولاد معاكي. وكانت مريم عندها مخاوف كبيره جدا ان لو عرف بالايميل ده في خطر كبير على حياتها. جالها الايميل ده امتى تقريبا يا فندم؟ الايميل ده جاي لها الفتره اللي فاتت على طول، يعني من قريب. طيب ايه ملابسات العثور على مريم؟ ايه اللي حصل؟ اختفت امتى وظهرت ظهرت الجثه امتى؟ مريم اتواصلوا معايا قالوا ان اختهم اختفت يوم 31 يناير، وانهم عندهم مخاوف كبيره جدا انها اتخطفت او اتقتلت. طبعا انا حاولت اهديهم ان ما تقلقوش يا جماعه ان شاء الله خير، طب تكون عند حد من اصحابها، طب في اي مشاكل، طب لدرجه ان يعني احنا برضو هم كان قلقهم كبير جدا لان مريم مريضه سكر ولازم تاخد انسولين اكثر من مره، حقنه انسولين اكثر من مره في اليوم. فكان الخوف انها لو اتخطفت، لو ما خدتش حقنه الانسولين هيحصل لها حاجه. طب يعني الخاطف ده عارف انها بتاخد انسولين ولازم تاخد حقنه الانسولين. فهم كان كل المخاوف متجهه ان الخاطف ده الزوج، ف يعني هو عارف ان هي بتتعالج. طب يا جماعه، طب ليه انتوا الشك منصب ناحيه الزوج؟ لان ما فيش حد، هم كان كلامهم ان ما فيش حد عنده اي يعني مصلحه في اختفاء مريم غير الزوج، لان وحكوا بقى قصه الولاد وما الولاد، وان هو
خطف الولاد وهي جايه عشان تاخد ولادها وترجع مصر، ما عندهاش اي طلب من القعده في سويسرا، هي كل طلباتها ان هي تيجي تاخد ولادها وتمشي. طيب يا جماعه، طب حاولوا تتواصلوا مع الزوج وتتكلموا معاه بالراحه. فكان كل الكلام اللي هم بعتوا لي الشات اللي بينهم وبين الزوج ان هم فعلا حاولوا يتواصلوا معاه وان هو فعلا متجاوب معاهم بيرد، بس في سؤال واحد اللي عامل لهم كل المخاوف ان هم لما بيسالوه عن يوم الاختفاء بتاع مريم كل الاسئله بيجاوب عليها ما عدا وقت الاختفاء. لما بيسالوه سؤال واحد سواء هم او صديقه مريم المقربه، لما بيسالوه سؤال واحد ما بيجاوبش خالص، ما عندوش اي ادنى اجابه، اللي هو وقت اختفاء مريم. ساعه ما مريم اختفت انت ودعتها ازاي؟ يعني اخر مره لما شفت مريم انت مثلا وصلتها عند الباب، وصلتها لمحطه الباص، سبتها فين؟ ما بيردش نهائي. ايه ما عندوش اجابه يا فندم تماما، ما بيقولش. طب ما انت لو يعني لو ما عندكش خوف من حاجه، طب ما انت هتقول، ما انت عندك كونتاكت معاها وهم عارفين ان انت كل يوم بتشوفها غير الولاد. وتم العثور على الجثه امتى يا فندم؟ تم العثور على الجثه امبارح. طبعا يعني في كونتاكت، في تواصل مع السفاره المصريه بيننا وبين السفاره، وطبعا الحمد لله طبعا السفاره مهتمه جدا بالامر ومنسقين معانا ومع الشرطه ومتجاوبين جدا. ولكن يعني احنا مش فاهمين، يعني لغايه دلوقتي احنا مش فاهمين. طيب الجهات المختصه في سويسرا هل طلعت اي تقرير بيفيد بسبب الوفاه؟ الجهات المختصة دلوقتي طبعا الجثمان عندهم التشريح عشان يعرفوا يقولوا سبب الوفاة ايه، وهو الزوج محتجز تحت التحقيقات، بس لغاية دلوقتي هو مش شبح اول شيء، هو مش شبح الوحيد اساسا. يعني هو مش السلطات السويسرية القت القبض على الزوج. ايوه طبعا القت القبض عليه امبارح باعتباره هو المشتبه فيه. ولكن طبعا لغايه دلوقتي هم بيدوروا على ادله ادانه كافيه عشان يقدروا يوجهوا تهمه، لكن هو لغايه دلوقتي مش يعني مش هنقدر نقول اللي هو عندهم ادله اتهام كافيه ان هم يقولوا ان هو متهم. هو متهم بالنسبه لاهل مريم، ولكن ما عندهمش ادله اتهام كافيه. طب يعني يبدو سؤال غريب شويه، انا راجل عمري ما زرت سويسرا قبل كده. اللي انا فاهمه ان هم او القصه دي كلها كانت بتدور في زيورخ، مش كده؟ القصه بتدور في شافهاوزن، دي مدينه بتبعد عن زيورخ حوالي 45 دقيقه. طيب هل هي من المدن اللي بيبقى فيها موجود فيها مثلا كاميرات للمراقبه؟ هل يعني نقدر ساعتها سويسرا كلها ما فيهاش يعني مكان او ملي متر ما فيهوش كاميرات مراقبه، وحتى الاوتيل اللي كانت فيه مريم الله يرحمها متفرغ منه كاميرات المراقبه كلها. ولكن الموضوع غامض جدا. طبعا قسم الشرطه ما بيديش اي معلومات طبعا عن وصلوا لفين، لان ممنوع تماما ان يطلعوا اي معلومات، الحفاظ على سريه التحقيق طبعا علشان ما يحصلش حاجه طبعا. ولكن اللي اقدر اقوله لحضرتك ان هم وصلوا المعلومات، وصلوا المعلومات كتير جدا، ولكن مش هيطلعوها، والوحيد اللي من حقه ان هو يطلع المعلومات دي مكتب المدعي العام. طبعا احنا بنحاول نتواصل، طبعا المحاميه تحاول تدينا، المحاميه تحاول تتواصل معاهم وتدينا معلومات عن التحقيق وصل لفين. ولكن الموضوع بما انه بالنسبه لهم دلوقتي قضيه راي عام، لان حصل ضغط كبير جدا عليهم لدرجه انهم وقفوا الكومنتات اللي كانت بتتكتب على كان يعني الويب سايت بتاع الشرطه نفسه. حصل عليه ضغط كبير جدا من الكومنتات، الويب سايت بتاع الشرطه السويسريه حصل عليه ضغط كبير جدا من الكومنتات، سواء من السويسريين او من العرب الموجودين هنا، فوقفوا الكومنتات عليه تماما. هل النوع ده من الجرائم متعارف عليه هناك؟ يعني هل معدل الجريمه عالي؟ متوسط؟ لا 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 ضئيل؟ لا 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 لا، معدل الجريمه في سويسرا على فكره مش كبير ابدا. ولكن الجريمه بالنسبه لهم غامضه جدا،
يعني حتى من الضبطة، أنا يوم ما أنا رحت قدمت البلاغ يوم الأربعاء، وهم فعلا كتبوا إن تحت جرف النهر من يوم الأربعاء، وكتبوا إن والضبطة قالت لي، حتى قالت لي كده الجملة لفظية، قالت لي إن هم كان عندهم شك وكان عندهم مخاوف إن مريم تكون ممكن انتحرت، ولكن أنا وقت ما حققت معايا قلت لها إن مريم مش من النوع اللي ممكن يلجأ للانتحار تماما، لأنها محبة للحياة جدا وشخصية بوزيتيف جدا في حياتها. فقالت لي فعلا، وإحنا فعلا لما طلعنا على الفيسبوك بتاعها شفنا قد إيه هي شخص فعلا بوزيتيف، واستحالة تعمل كده. يعني اتجهوا في لا، وبعدين يعني المسألة برضو أنه لو كانت المرحومة عندها نية الانتحار ما كانتش هتروح عشان تنتحر في سويسرا، كانت هتبقى يأست هنا في مصر وتعمل كده. لكن معنى أنها راحت يبقى هناك أمل، معنى أنها خدت خطوات والخطوات بدأت تكلل بنجاح، فما فيش عندها أي دوافع للانتحار. مش عايز أقفز على نتائج يعني، لكن عايز أقول المنطق لحضرتك حاجة. وأساسا يعني اللي يدخل على البوستات بتاعت مريم قبل وفاتها بيوم، مريم عاملة بوستات كتير عندها على فيسبوك. مريم على فكرة عندي أساسا على الجروب بتاع مصريين في سويسرا، وعندي على الفيسبوك الشخصي، يعني حتى من قبل وفاتها هي عندي على الفيسبوك الشخصي صديقة شخصية. مريم كانت بتنزل بوستات يوميا، أكتف جدا على الفيسبوك، فكانت بتحب توثق كل حاجة عندها على الفيسبوك. فكانت بتنزل قد إيه مثلا سويسرا بتستغرب، مثلا بتنزل بوستات تقول إيه ده، يا ناس دي عايشة إزاي كده، إيه ده، أنا قاعدة مستغربة، ده في ناس بتدخن كده الصبح الساعة 9 الصبح قاعدين، إيه يا جماعة حياتهم إزاي كده. إيه عارف، إنسانة على طبيعتها أوي، إنسانة طيبة أوي، إنسانة الله يرحمها غلبانة فوق ما تتخيل. والله الله يرحمها، يعني الله يرحمها. الله العظيم انا مستغربه ازاي البراءه كده والله. الاولاد دلوقتي مصيرهم ايه يا استاذه دينا؟ بص انا عايزه اقول لك، طبعا ده اللي انا كنت بتكلم مع اهلها النهارده، انا بتمنى وبوجه نداء لوزاره الهجره، وزاره الخارجيه، سفارتنا، طبعا احنا محتاجين دعم، احنا هنحاول نقومها طبعا باسرع وقت من هنا، محامي يكون كويس، لان الخطوه اللي جايه هتكون الولاد رد الفعل الطبيعي اللي هيحصل. ان هنا في حمايه الاطفال، حاجه اسمها حمايه الاطفال هتتحرك، لو انا بتكلم، لو طلع الاب ليه يد في الموضوع انهم هيقولوا طبعا شيء طبيعي، لان الاولاد في السن هيقولوا ان الاولاد يعيشوا مع اهل والدهم، او تاخدهم المؤسسه اللي هي بتاعت حمايه الاطفال تديهم لعائلات السن. ده المفروض رد الفعل الطبيعي اللي هيحصل. فاحنا في الحاله دي احنا عارفين هنحاول ان مريم ان الاولاد يرجعوا مصر ويعيشوا مع مامتها، فاحنا على الاقل بنتمنى ان احنا نحقق لها امنيتها، ان دي كانت امنيه واحده توفاها الله، فعلى الاقل نحقق لها امنيتها. نتمنى ذلك. أنا يعني قلوبنا معاكم، ونحن نعزي أنفسنا في سيدة وأم مصرية يعني قتلت غيلة رحمة الله عليها. شكرا جدا أستاذة دينا الشرباسي، رئيسة الرابطة المصرية بزيورخ سويسرا، وموكلة من أسرة المرحومة مريم مجدي بمتابعة القضية.